صباحكم سعيد مجددا أعزائنا المشاهدين بأولى فقراتنا، وقبل أن أذهب بهذه الصباحات والترحيب بضيفنا العزيز الدكتور فخري العكور رئيس قسم القلب بمستشفى البشير كما تحدثنا قبل قليل، أنوه أن لدينا أيضا فقرة على غايم الأهمية ونوعية ومبادرة لسمو ولي العهد من خلال عمل مؤسسي حقيقة فرسان حقق، راح يكونوا حاضرين معنا من خلال مدير المبادرة الدكتور ثابت حسان النابلسي، ولنتحدث عن شبابنا وشاباتنا، القيادة، الريادة، الطموح، الإصرار، وأيضا الإنجاز على أرض الواقع. بشكل سريع بهذه الطاقة الإيجابية أنتقل إلى الدكتور فخري العكور. أسعد الله صباحك وكل عام وأنتم بخير. صباح الورد وكل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعا. شرفنا بقدومك دكتور فخري، ونحن متواصلين يعني بشكل مستمر، ودائما هناك الفائدة والمعرفة والرسائل التوعوية، وإن كانت بالجانب الصحي أو الطبي، وتحديدا لن نتحدث فقط عن جزئية مرضى القلب، لكن من خلال ارتباط الآن في مناسبة دينية عيد الأضحى المبارك، نتحدث عن أطعمة، عن أشربة، عن حلويات أيضا، عن لحمة بنفس الوقت، عن اللحوم. يعني أنا سأدع يعني هذا الجانب الكبير، موضوع الكوليسترول، موضوع ارتفاع ضغط الدم، أترك الحديث من خلال. بداية أشكركم على هذه الاستضافة في برنامجكم الرائع التوعوي الذي يعني يعشقه كل الأردنيون. في الواقع أولا أيضا أبارك لكل الشعب الأردني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. في الواقع يعني في العيد هو فرحة، وعيد الأضحى بالتحديد يصحبه كثير من الأضاحي السنة، يعني نعم الشعيرة الدينية، الشعيرة المنسك، فتكثر اللحوم. لذلك يعني نحن في كأطباء قلب يعني فرحين بأنه في لحم كثير، وأنه كثير من الناس راح يتصدقوا على الفقراء، لكن كثير من الناس يبالغون في تناول اللحوم في هذه الأيام المباركة. فطبعا اللحوم هي معظمها لحوم ضأن أو خراف، صحيح، وهي عادة مليئة بالدهون. والدهون طبعا تعني ارتفاع الكوليسترول. ترى هي ليس عادة، هي دائما بالمناسبة مليئة بالدهون. صحيح دائما مليئة، بس يعني في هذه الأيام قد يكون إغراء من كثرة اللحوم، والحمد لله يعني إنه الإنسان قد يبالغ في تناول هذه الكميات الكبيرة من اللحوم التي تكون مشبعة بالدهون. طبعا هيك كمعلومة طبية، الإنسان بشكل عام مش بحاجة إلا 100 جرام يوميا من البروتين. والبروتين ممكن يكون من اللحوم وممكن يكون من المواد النباتية، صحيح، فول، حمص، عدس، صحيح، البقوليات على البقوليات. لذلك يعني إذا تناول كميات كبيرة فإن ذلك سيرفع من مستوى الكوليسترول، سيرفع من مستوى الدهون الثلاثية، وسيرفع من مستوى اليوريك أسيد اللي هو الحمض البولي الذي يتسبب في حصول الحصى في الكلى ومشاكل في الكليتين وترسبات أملاح. هذا بالإضافة إلى أنه عيد الأضحى أيضا ولحسن الحظ يعني الفرح احنا منحبه، لكن مصحوب بكميات كبيرة من الحلويات، صحيح، معمول بعجوة، معمول بجوز، معمول فستق حلبي وبعدين يعني كميات السكر هائلة جدا، صحيح. وبالإضافة نتحدث الآن عن لحوم ولحم ضأن بشكل مباشر، كثير الدهون، كثير الدهون يقابل أيضا حلويات وسكريات عالية، صحيح. يعني أيضا موضوع السكر، احنا طبعا الإنسان العادي أيضا يجب أن يتقيد بمقادير الكربوهيدرات أو السكر، يعني الإنسان مش لازم يدخل أكثر من 300 جرام كربوهيدرات، تصور، فما بالك بالخبز والرز، صحيح، والسكر والبيبسي. البيبسي مثلا وجبة الإفطار ووجبة الغداء ووجبة العشاء وما بينهما بخلال الأيام الفضيلة، يدخل الجسم كمية هائلة. فمرضى السكر يجب أن يراعوا هذه النقطة، وأن يعني يتحفظوا، يعني مش كل ما أعطوك حبة معمول تأكلها. إذا كنت مريض سكري يجب أنه تحطها بمحرمة، تحطها بجيبتك. القهوة السادة أيضا يعني بكثرة طبعا، يعني موضوع الكافيين موضوع مهم جدا، لأنه كل زيارة نقوم بها إلى الأقارب والأصحاب طبعا كتقليد صب القهوة، فإذا تجاوز كمية الكافيين في اليوم أكثر من يعني من 100 ملي جرام، سيعمل الكافيين على رفع الضغط الشرياني وعلى تسارع النبض،
وهذا مضر لمرضى القلب والمرضى الذين يعانون من التسارع. نعم. وأيضا الإنسان الصحيح أو السليم يجب عليه أن لا يكثر من القهوة، لأنها أيضا تؤثر على القولون العصبي، تزيد من تهيج الأمعاء وتزيد من حموضة المعدة، وأيضا تسبب القلق والاضطراب في النوم. لذلك هذه الثلاث محاور: لحمة، قهوة، سكر. ثلاث جبهات تكثر خلال الأيام القادمة حقيقة، وقد يكون لها مضار كما تفضلت. صحيح. بشكل مباشر حتى على الأشخاص الأصحاء، ليس فقط يعني من يعانوا من أمراض معينة. يعني احنا مثلا مرضى الضغط والقلب بنقول لهم يعني رجاء رجاء يعني شوية لحمة، لأنه حتى يختاروا اللحم اللي ما فيها دهون. كل شيء بقدر. بقدر. نعم. يعني هو الشعار الذهبي الاعتدال. وإحنا طبعا بنقول المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. صحيح. وأصلا يعني أنا من ناحية دينية بقول المفروض الناس تتصدق باللحمة مش تأكلها. صحيح. وقليل من اللحمة. فقليل من اللحمة. لا ضير. لا ضير. لا ضير. وقليل من السكريات لا ضير. وقليل من القهوة السادة لا ضير، اللي هي المحاور الرئيسة. صحيح. التي تنشط، وهي يعني عرفا وتقليدا حقيقة. في الموضوع الرابع اللي هو الملح. يعني ملح الطعام طبعا في هذه الأطباق، الجميد والمناسف والمشاوي تكثر كمية ملح الطعام، وهو أيضا يحتوي على مادة الصوديوم التي ترفع من الضغط. نعم. وتؤثر على المرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب. فتعمل على احتباس السوائل في أجسامهم واستسقاء الرئتين. لذلك فليبتعدوا عن الأبيضين، الملح والسكر. والسكر بقدر الإمكان. بقدر الإمكان. وكل شيء بقدر كما تفضلت، والاعتدال هو المطلوب. ويعني أنا دائما بقول إنه ما فيها إحراج. يعني الإنسان الأردني مثقف ويعرف إنه الإنسان المريض ممكن إنه إذا صب له قهوة يعتذر. صحيح. وبذلك يتقي شرور هذه الموارد. صحيح. سأنتقل إلى جزئية أيضا مرتبطة. إذا تحدثنا عن صيام يوم عرفة والصيام شفاء. صحيح. حقيقة لمن يشاهدنا الآن. وفوائد الصيام حقيقة على الإنسان. يا سلام. يعني احنا بشكل عام كنا في شهر رمضان الفضيل نحكي عن فوائد الصيام بشكل عام. فهو يعني فائدة عظيمة، لأنه يتنقى جسم الإنسان من الشوائب. صحيح. من الأملاح، من الكوليسترول. في الصيام ينخفض تصور الضغط الشرياني، ينخفض بحيث أنه الإنسان بدل ما يأخذ مثلا حبتين دواء يصبح يتناول حبة واحدة، ينخفض تقريبا من 10 إلى 20 ملليمتر زئبق. نعم. الصيام يؤدي إلى تحسن مستوى اليوريك أسيد اللي هو حامض البول في الدم. فمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل ومن النقرس يتحسنون جدا في الصيام، بالإضافة إلى الفوائد العظيمة على العضلات وعلى الهيكل العظمي، بحيث انه مع يعني حصول يعني يحصل تنقيه لكل انسجه الجسم واعضائه. انا بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الاضاءه الصباحيه التوعويه الطبيه حقيقه، والمرتبطه بالايام الفضيله سواء بالصيام يوم عرفه او عيد الاضحى المبارك. واتوقع الرساله وصلت الان من خلال شاشه التلفزيون الاردني، الشاشه الوطنيه الاولى. نتمنى ذلك لكل من يتابعنا ومن يشاهدنا بالمحاور الرئيسه الثلاث: اللحوم والحلويات والقهوه الساده والابيضين السكر والملح. الشكر موصول لك دكتور فخري العكور، رئيس قسم القلب مستشفى البشير، لقدومك بهذه الصباحة. شكرا لكم على الاستضافة. واجبنا سيدي. إلى فاصل قصير ونواصل باقي فقراتنا، فابقوا معنا.